مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. كل الشكر والتقدير والاحترام لابراهيم عادل اللي احرز هدف عالمي بديع في رؤيه هايله جدا، لمحه غير طبيعيه من لاعب كبير او مشروع لاعب كبير. ابراهيم عادل الحقيقه في اول كوره بالثلاث خشبات يمكن في المباراه المنتخب مصر من قبل نص الملعب بيستغل تقدم حارس مرمى منتخب موريتانيا ويحط الكرة في قلب المرمى. الكلام ده كان في الدقيقة 85. مامادو ديوب حارس مرمى منتخب موريتانيا واخداه شوية الجلالة، مش واخداه الجلالة، هو عايز يكسب، نفسه فرقته تكسب، متقدم، احنا مش مدين له أي أفكار هجومية على مدار المباراة، فمطمن وحاطط في بطنه 32600 بطيخة صيفي. راجل طلع لغايه خط ال 18، ابراهيم عادل استلم الكوره، سندها، حطها على طول صاروخيه من فوقيه، يعني يا دوب من فوقيه بنص يارده يمكن، يعني مسطره، عشان يحرز هدف منتخب مصر، والهدف اللي حقق بيه الكابتن حسام حسن كل الارقام القياسيه، ونقدر ان احنا نقول اتاهلنا رسميا لنهايه كاس امم افريقيا. مش عايز اقول انه انجاز، خد بالك فيتوريا كان بيكسب كل الماتشات وكان بيحقق كل حاجة، ورحنا كاس الامم خبنا، هنقول ان احنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا. كابتن حسام حسن كسب الماتشات وعمل اللي عليه، عمل اللي عليه، لكن ده مش معناه ان احنا وصلنا للطموحات اللي احنا عايزينها، او ان احنا حققنا الانجازات اللي احنا عايزينها، او الكلام ده. لكن على مستوى الحتة الصغننة دي بتاع تصفيات امم افريقيا في المجموعة دي، احنا خدنا العلامة الكاملة وكله تمام، كله تمام. بس احنا كده خدنا اول خطوة، لسه على اول سلمه، بس عشان الناس ما تتمرعش اكتر من لازم، او الناس تتعامل انها محققه انجاز اكتر من لازم، او الناس تتعامل ان احنا وصلنا للتوب في كل حاجه، لا. فيتوريا خدعنا كلنا، لو تفتكروا فيتوريا لغايه كاس الامم كل ما اجي اتكلم مع واحد يقول لي لا بس ارقامه تتحدث، لا بس ماتشاته تتحدث، لا بس الاداء. يا سيدي ماشي، رحنا كاس الامم زي ما احنا شفنا، تعادلنا 3 ماتشات، وفي الماتش الرابع خرجنا من دور ال 16 قدام الكونغو ومشينا، روحنا على البيت، وفيتوريا روح على البيت. فيتوريا لغايه دلوقتي ما بيمرنش متهيألي، يعني لغايه اللحظه دي فيتوريا قاعد في البيت، يعني دايب في الفلوس اللي خدها من المنتخب المصري مع الثلاث شهور الزياده، ومزاجه زي العنب في البرتغال، ما جالوش ولا عرض متهيألي يعني، ولا هيجيله لغايه ما الناس تنسى اللي عمله مع منتخب مصر. فعشان كده بنقول للكابتن حسام عملت تمام، اشتغلت تمام، حققت تمام، والامور معاك تمام، خلاص زي الفل. عموما منتخب مصر قدر ان هو يحقق نتيجه جيده بالنسبه له. طب خليني اطلع فاصل سريع وارجع اتواصل مع حضراتكم.